المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المجد ليسوع المسيح يلي بشرنا بالسلام نحن يلي كنا أباعد. بشر بالسلام كل الإنسانية وهبنا السلام، سلام الله الذي يفوق كل إدراك، لأنه هو سلامنا، هو اللي حقق السلام والمصالحة بدمه على الصليب. وعدنا وقال ليكون لكم بي السلام، لأنه هو رئيس السلام. ما أجمل هذا السلام الذي فيه الطمأنينة، ما أجمل السلام الذي فيه الرحمة، ما أجمل السلام يلي فيه نشعر بالثقة بأن في واحد عم بيسأل عنا، في واحد بهمه أمرنا، في واحد حابب يكون معنا. فالمسيح شاء الله أن يصالح فيه الوجود كله، فإذا شاء أن يصالح كل موجود على الأرض فهو حقيقة السلام، هذا السلام يلي بيعطينا لنكون أبناء الله. أي الأحبة، فلنضع هذه الثقة بيسوع المسيح الذي قال تعالوا إلي وأنا أريحكم. نضع ثقتنا بالذي أحبنا حتى النهاية وأعطانا بدمه الحياة الأبدية. يا رب لا تتركنا للشر، لا تتركنا لضعفنا، لا تتركنا، بل كن معنا، امسك بيدنا، أعطينا دائما أن نكون في حضرتك، نعمل ما هو صالح لأجل خلاصنا. أنت يلي أعطيتنا السلام يا رب السلام. آمين.